البخاري عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. أخرجه مسلم من حديث أنس مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحدا يأخذها منه. قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة فلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. فصل. قوله ويرى الرجل يتبعه 40 امرأة يريد والله أعلم أن الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل يقبلن على الرجل الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن، كما قال في الحديث الآخر قبله: حتى يكون ل50 امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ويقوم عليهن من بيع وشراء وأخذ وعطاء. وقد كان هذا عندنا أو قريبا منه بالأندلس، وقيل إن لقلة الرجال وغلبة الشبق على النساء يتبع الرجل الواحد 40 امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحني، والأول أشبه، ويكون معنا يلذن يستترن ويتحرزن من الملاذ الذي هو السترة لا من اللذة. ولقد أخبرني صاحبنا أبو القاسم رحمه الله أخو شيخنا أبي العباس أحمد ابن عمر رحمه الله أنه ربط نحو من 50 امرأة واحدة بعد أخرى في حبل واحد مخافة سبي العدو حتى خرجوا من قرطبة أعادها الله. وأما ظهور الزنا فذلك مشهور في كثير من الديار المصرية، من ذلك مأثور، ومن ذلك إظهار الخمر والمخور، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما قلة العلم وكثرة الجهل فذلك شائع في جميع البلاد، ذائع أعني برفع العلم وقلة ترك العمل به، كما قال عبد الله بن مسعود: ليس حفظ القرآن بحفظ حروفه ولكن إقامة حدوده. ذكره ابن المبارك، وسيأتي هذا المعنى مبينا مرفوعا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.